السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مرة جديدة في حلقة جديدة من وقفات مع آيات. إذا سمحت 3 دقائق فقط من وقتك، أريد أن أحدثك في وقفة أمام كتاب الله تعالى. وقفة اليوم أيضا مع سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أقف معك عند كلمة اهدنا. من الذي يسأل ربه يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هل هو ضال أو أنه مهتد؟ هذا الذي يقف في الصلاة ويقرأ الفاتحة ويقول اهدنا الصراط المستقيم، أليس هو من المهديين؟ فلماذا يقول اهدنا؟ ما معنى اهدنا هنا؟ قال العلماء اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب ثبتنا على الصراط المستقيم، ثبتنا على الهداية، ذلك بأن أقواما انضبطوا بأمر الله ثم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، ذلك بأن أقواما كانوا يمشون على نهج الله فمالوا عن درب الهداية. اهدنا يعني يا رب ثبتنا. لذلك يدعو الصالحون يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالصالحون يخافون أن تتقلب قلوبهم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اهدنا يعني ثبتنا يا رب على الهداية، وهذا واحد من معانيها. أما المعنى الآخر لإهدنا يعني يا رب زدنا هداية إلى هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أنت اليوم بحال جيد، لكن غدا لابد أن تكون أحسن وأفضل وأقوى وأنشط إلى عمل الخير. اهدنا يعني ثبتنا على الهداية، واهدنا يعني زدنا هداية بعد هداية. هذه وقفة اليوم في وقفات مع آيات. السلام عليكم ورحمة الله.